التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بالوفد الوطني الممثل بوفدي المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله في قصر بيان بدولة الكويت مساء اليوم الاثنين. وفي اللقاء اطلع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي أطلع الوفد الوطني على نتائج جولته إلى عدد من الدول ولقاءاته بعدد من وزراء الخارجية وكذلك زيارة وزير الخارجية البريطاني إلى الكويت وتأكيد الجميع على أهمية المشاورات الجارية وضرورة بذل الجهود من كل الأطراف لإنجاحها بحل شامل ومستدام بما يؤدي إلى وقف الحرب وتحقيق السلام وتخفيف معاناة الشعب اليمني الإنسانية والاقتصادية. وأشار إلى متابعته لمسار المشاورات وسعادته بالتقدم الذي تحقق فيها حتى الآن مؤكدا أن حكومة الكويت ستستمر في تقديم كل الدعم من أجل إنجاحها. من جانبه جدد الوفد الوطني شكره لدولة الكويت على استضافتها للمشاورات مستعرضين ما جرى في المشاورات حتى الآن. كما تحدث الوفد الوطني عن الخروقات التي يرتكبها العدوان السعودي والمنتفعين لوقف إطلاق النار والتي تمثل محاولة لعرقلة مشاورات الكويت. كما استعرض الوفد الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها الشعب اليمني جراء العدوان والحصار.